بعد ما شفنا عاملة زي المتطلقة اللي دايبة في جوزها وهو حالق لها. انا بقى حاسة ان جوزي عايز يطلقني من ساعة ما قلت له ان الدنيا غليت والاسعار زادت وهو مش بيتكلم معايا اساسا وحالق لي على طول. قلبي معاك يا بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات قناه خطابيط اليوتيوب. انا بفتكركم بس ان في قناه جديده اسمها رجال يوتيوب بتتناول احداث الاسريه والاحداث الاجتماعيه بشكل كوميدي. تمام، تعالوا مع بعض نتكلم عن مسؤول في اداره ملف مصر او مصر في وزاره الخارجيه، واتكلم على صفحه اسرائيل تتكلم بالعربيه. اتكلم عن محمد رمضان. الراجل يا جماعه مقهور قوي، ازاي احنا لسه لحد وقت ما طبعناش واستشهد بالامارات واستشهد بحاجات كتير قوي، وازاي احنا عايشين في الكلام ده كده ومش دريانين بالدنيا، وزي ما بيقولوا يعني مش عايز اقول مثال بس يلا ما علينا. الراجل يعني قهرته جامده جدا، يعني محروق حرقه مش عارف ايه يوم ايه يعني، فما عرفش يعمل ايه، بس مش هوضح اكتر من كده. طبعا كان متوقع منه الكلام ده. تعالوا عشان ما نغيش كتير قوي، عشان انا رجاي بس يعني متاثر شويه بقناه رجاي على اليوتيوب. تعالوا مع بعض نشوف هو قال ايه ونرجع تاني. لا صديقه البرنامج هتحكي لنا مشكله. اهلا بكم. انتوا اكيد سمعتوا عن الصوره المشتركه اللي طلعت لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي عمر ادم. بصراحه مش هقول لكم ان انا محبطين. لكن أنا نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي بتسبب كل الهيصة والضجة العالمية دي. لحد إمتى؟ فقد اسم كلامي عالم، والله حرام. كل الناس دول اللي بيعارضوا أي علاقة مع إسرائيل حيفضلوا متمسكين بالشعارات دي بتاعتهم اللي ما فيهاش فايدة. لغاية إمتى حيفضلوا متخندئين بإيديولوجيتهم بتاعت الخمسينات والستينات؟ مش ملاحظين التغييرات الإيجابية اللي بتحصل؟ مش شايفين إن في لقاءات وحوار وتعاون؟ أنتوا مش شايفين حواليكم؟ مش خلاص بقى؟ مش كفاية؟ أنتوا خايفين من إيه؟ إحنا متفهمين لتضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية بصراحة، لكن أنتوا فاكرين بجد إن الانتقاد ده على محمد رمضان اللي تصور مع عمر أدم هيخدم الفلسطينيين؟ ده إيه اللي هينقذ فلسطين؟ أنتوا بجد فاكرين إنه لما ملاكم أو لاعب جودو مصري بيرفض مسافحة إيد نظيره الإسرائيلي إن ده هيخليه يبقى بطل شعبي؟ فوقوا، اصحوا، إيه النوم في العسل ده؟ إحنا في سنة 2020 وإسرائيل تعيش بسلامة 4 دول عربية وتقيم علاقات واتصالات مع أغلب الدول العربية. احنا مش في سنة 56، انتوا بقيتوا اقوى من الاول، بس احنا مش قلقانين. احنا عارفين ان في ملايين من مصر والعالم العربي اللي تعبوا من الاسلوب القديم والكلام المستفز، لكنهم قاعدين ساكتين واسبابهم معاهم. احنا عارفين انهم موجودين لانهم بيبعتوا لنا رسائل تفرح القلب. احنا متفائلين ان قيم السلام والتنمية والانفتاح الفكري هتغلب في نهاية، واحنا صابرين ومش مستعجلين. احي 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 يا ابو سوسو احي. بعد ما شفنا الباشا انا عايز اقول له حاجه، مش هنطبع ومش هنبيع، ماشي؟ خلاص بقى يا عم، اهدى بقى، اتبط يا اخوي، اهدى. احنا مش مقتنعين بيكم ولا دولة، الحمد لله وربنا يخلي لنا القيادة السياسية كلها مش مقتنعة بيكم ومش هتجري وراكم. انت العلاقات بيننا وبينكم يعني علاقات باردة، فخلاص بقى خليها باردة زيكم كده، ما تبقوش بقى اتمين بقى ورخمين. هي بالعافية يا عم، احنا مش عايزينكم يا سيدي يا سيدي يا سيدي. الحب من طرفين زي الامارات، وانت انت حر براحتك، احنا ما عندناش الكلام ده. انت عندك حب من طرف واحد، احنا متجاهلينك، مدينيك الصابونة، مش عاجبنا، احنا حرين بقى براحتنا بقى. انت مالك عامل زي الست المجروحه كده ليه يعني؟ في ايه؟ واحد ما بيحبهاش هي بقى وشغاله واتس وماسنجر وبتاع ما تجري وراه والنبي عشان خاطري. يا عم انت مالك؟ انت مالك يا بارد؟ مش عايزينك يا عم، مش عايزينكوا عشان انتوا مالكمش كلمه وغدارين. قضيه فلسطينيه بقى دي على عيننا وعلى راسنا.
بس ما ننساش ان كان في دار في 67 و 56 و 73 برضو كنتوا غدارين يعني. فما تنساش ابو زعبل ومدرسه البقر، ما تنساش يا حبيبي، ده انتوا جرحتوا شبابنا واطفالنا، اطفال جرحتوا اطفال. يعني انتوا بتتكلموا في ايه يا بارد يا بارد يا اللي ما عندكش دم؟ الصفحه دي يا جماعه ما تحدش يخش عليها، ولو دخلت اكتب تعليقات. بص اقول لكم على حاجه، اكتبوا تعليقات، هي الصفحه كده كده معروفه ومشهوره، فاحنا مش محتاجين شهرتنا اساسا. في ناس عجبتني كاتبه التعليقات، اقسم بالله مش ممكن، فظيعه. انا بقى عايز اشوف تعليقاتكم عشان توصل للناس دي. انا مش عايز اغلط ولا عايز اقول اي تعبير مش محترم، بس هما ناس مش محترمين، فعايزين بقى مع بعض نوصل الفيديو ده ليهم. ما بنحبكمش، مش عايزينكم، قرفانين منكم. ايه كده كفايه ولا ايه؟ كان معاكم هاني، اتمنى يا رب يكون فيديو عجبكم. سلام وفي حفظ الله وامن.